رح نتعرف على نبتة يمكن أنا وياك تحت لو عم نقول أول مرة بنسمع فيها، بس إلها فوائد كتير، وهلا اللي بدهم يعرفوها الأمهات رح دايما يعطوها لأولادهم. هلا بنقول لكم السر مع ضيفتنا. رح نتعرف على فوائد وأضرار الجينكا بيلوبا اللي تعتبر واحدة من أقدم الأشجار الطبية، وأكيد تصنع معظم منتجات الجينكا أو الجينكو بمستخلص محضر من الأوراق ومصنع على شكل كبسولات، أو ممكن تاخذوه أيضا شاي. اليوم رح نعرف التفاصيل أكثر، الأضرار، الفوائد، الاستخدامات لهي النبتة، وشو هي هي النبتة أساسا، مع صيدلانية رشا الموسى. يسعد لي صباحك رشا، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا بداية نتعرف على هي النبتة، كيف هي، كيف شكلها، وين ممكن نلاقيها؟ تمام، هي النبتة بتنزرع أكثر شيء مثلا بالكوريا، الصين، كذا، بس كثير منتشرة بالدول العربية حاليا. لهيك هي النبتة نحن بناخد أوراقها وبنستخلصها، نستخلص الأوراق. الأوراق فيها لأنه مادة الفلافونيد اللي هي التركيبة الفعالة. أوكي. الفلافونيد هو مضاد أكسدة كتير قوي، لهيك تنتج فوائدها من هذا المركب للنبتة. رح ألكن عن فوائدها أنه بالترتيب. هلأ هي أهم شيء أنه الفوائد الجينكا أنه هي بتحسن لنا الذاكرة، بتحسن لنا الذاكرة وبتعملنا وقاية ومعالجة من داء الزهايمر عن طريق تحسين الدورة الدموية. لأنه هي أول شيء بتحسن لنا الدورة الدموية، بتوسع لنا الأوعية، بتعطي بتدفق الدم زيادة، فهون عنا بالتالي ما عاد يصير عنا التصاق صفيحات. لهيك هي بتعالج لنا مرض الزهايمر وبتبقينا منه. يعني حتى اللي قبل الزهايمر بحس حاله الإنسان عم ينسى كتير بيقدر ياخد هاي النبتة. طبعا هي كمان إلها فعالية مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة. لهيك هاي النبتة كمان انه بتحفز لنا العوامل الموجودة بالجسم كمضاد التهاب، بتفعل لنا اياهم، فبيصير الجسم كتير منيح وبيعطي مناعة كتير قوية. يعني هي حتى المناعة بتحسن لنا اياهم. هلا حاليا بما انه هيك انه عم يصير معنا الامراض العصبية، الامراض العصبية اللي كتير منتشرة، الجينكا عم تعالج لنا الامراض العصبية، لانه في عنا هي بتحمي العصبونات الموجودة بالوطاء. هي العصبونات اسمها CA1، هي مسؤولة عن تشكيل الذاكرة واسترجاع المعلومات، فهي لما عم تحملنا هيك عم تصير عنا ذاكرة كتير قوية. يعني هلا بكيف ولا مرضى الزهايمر، لانه هذا المرض كثير منتشر مؤخرا رشا، يمكن عنا وخاصة كبار السن، يعني ممكن تساعدهم على تحسين الوضع شوي. وايضا في عنا الاطفال اللي عم بيعانوا من صعوبات التعلم، فرط النشاط، واللي كتير عم نلاحظها كمان الطلاب. هلا الطلاب عندهم صعوبات التعلم او التركيز، صعوبات بالتركيز. لا انت قلتي لنا سر، انت اخذتيها بالبكالوريا. صح، انا انا استخدمتها بالبكالوريا. فهي بتعطي نشاط فظيع. انا كنت اخذها حبه بعد الاكل على الفطور، يعني كل اليوم متنشطه ورواء، بتساعدني حتى مثلا اذا ما عم افهم شغله منيح، بتساعد على انه الفهم كتير منيح. صعوبه الاداء، تمام، التركيز، صعوبة الأداء اليومية. يعني أنا إذا مثلا عندي واجبات يومية وما عم أقدر أنه ركز فيها، جمعها، رتب أموري، هي كلياتها بتعمل بهالشيء هذا، لأنه هي أنه بتحمي العصبونات الموجودة بالدماغ. حلو. هلأ كمان عنا أنه هي بتعملنا أنه بتعالج لنا العرج المتقطع. إحنا في كتير عالم عنا عندهم عرج متقطع، الجينكا هي من أهم أسبابها، بتعمل لنا منع للسلس البولي. الأطفال اللي عندهم كتير سلس بولي بيقدروا تمنعهم. طبعا الجينكا كمان هي بتخفض لنا السكر، بس هون في عنا نقطة كتير مهمة، يعني هي أهم نقطة بكل الجينكا، إنه مرضى السكري أحياناً عم ياخدوا الجينكا وهنا بالأساس عم ياخدوا خافضات سكر، فلما عم ناخد نحن الجينكا مع خافضات السكر عم تصير عنا هبوط سكر. فلهيك أهم شيء من مرضى السكري إنه أبداً أبداً ما ناخد الجينكا بدون ما نسأل طبيبنا، مشان ما يصير عنا نوبات، إلا في حال هو وصفك إذا كان عنده مثلاً مستويات سكر كتير قليلة وهو من حاله وصفه. هون شيء تاني. كمان هي بتعالج لنا الاعراض المترافقه لمرضى السكر، مو بس انه السكر، احيانا انه مرضى السكر بيصير عندهم القدم السكريه اللي بيكون لونها على ازرق او اسود، يعني انه لانه ما بيكون في ترويه دمويه، فالجينكا بتزيد الترويه الدمويه، بالتالي بتعالج لنا هالقصه، بتعالج لنا طنين الاذنين كمان، بتعالج لنا حتى الاعراض المترافق اللي مع داء الزهايمر. دائما داء الزهايمر بيكون المريض عنده رشفه بالايد او رعشه، كمان الجينكا بتعالج لنا هاي الاعراض. كمان للنساء يلي عندهم متلازمه ما قبل الحيض، الجينكا بتنعطى لها لانه بتخفف لنا كل الاعراض الناتجه عنها، كل الالام، كل شيء بتخفف لنا هاي الاعراض. الشعر اللي هي هلا المشكله اللي كثير شائعه، انه واحد عم يهر شعره كثير، صار عنده اكتئاب
لا مع الجينكا ما في اكتئاب. بيصير عنا انه بحسلنا لانه هو مثل ما حكينا بنشط الدورة الدموية، بحسن فروة الرأس، فبيصير عنا كثافة بالشعر، ما عاد بيهر الشعر. طب منين بدهم يجيبوها العالم؟ هذا السؤال. متوافرة بالصيدليات. متوافرة بالصيدليات على شكل كبسولات. وهلا هون بس اهم شيء انه نحن مثل ما قلت انه نخبر طبيبنا انه نحن عم ناخذ الجينكا، لانه ما بيصير حتى انه اذا ما قدرنا نخبر طبيبنا او عم ناخذها نحن وما لنا مرضانين نخبر الصيدلاني انه نحن شو عم ناخذ ادويه مع هي الجينكا. لانه اذا كنا عم ناخذ مضاد لتكدس الصفيحات مثل الاسبرين هون حيصير عندنا تميع دم. الجينكا هي بتعمل لنا سيوله زياده بالدم، فمع المميعات بيصير عندنا نزف. لهيك ما بتنعطى معه ابدا. كمان عنا مشاكل انه هلا الطلاب مثل ما ذكرنا انه عم تاخذ الجينكا، كثير طلاب عم تاخذ مضادات التهاب غير ستيرويديه مثل الايبوبروفين. لما بناخذ الايبوبروفين مع الجينكا نحن بيصير عنا نزف داخلي، فلهيك هي كمان خطيره بتنعطى ابدا. المتلازمه اللي كثير خطيره هي متلازمه السيرتونين، يلي عم ياخذ مثبطات امتصاص السيرتونين الانتقائيه يلي هي مضادات اكتئاب. واحد مكتئب عم ياخذ ادويه اكتئاب، حب يسترجع ذاكرته فجاه وياخذ جينكا معه، هون صار عندنا متلازمه السيرتونين اللي هي قاتله وابدا ما بيصير تنعطى. يعني هذا استطباب كثير خطير ما بيصير. هون رشا كنت عم تحكينا عن المحاذير، يعني مو نقول انه هي عشبه على الفوائد اللي ذكرتيها، كلنا خطر لنا انه منون بتنجاب، يعني حنروح فورا ندور نستخدمها. تماما. فهي المحاذير انت حكيتي عنها اللي باستخدامها، هي ما بتتواجد ابدا بشكل ورقي يعني عند العطارين، هي حصرا ضمن مركب طبي حاليا. صحيح؟ متواجده هي مركب طبي. وحاليا حتى العطارين سمعانين فيها وعم يبيعوا مثلا منها حتى هيك مثل بودره يعني، والعالم بتعبيها بكبسولات. موجوده عند العطارين، موجوده عند الصيادله، بس انا بنصح انه ياخذوها عن طريق صيدلاني بس كرمال يقولوا لهم شو جرعات زائده ممكن، شو الضرر بتسبب. ما في اضرار لانه هي بالاساس هي حبه باليوم، ما في اكثر من هيك. يعني اذا كان المريض انه زياده بيعطيه حسب طبعا اكيد استشاره الطبيب تبعه حسب حالته، ممكن ياخذ حبتين مو اكثر، ما بدها هي لانه عشبه. يعني هي مناسبه لكل الاعمار، لكن دائما تحت اشراف الطبيب المختص. تمام. اذا كان حدا بيعاني او بياخذ اي نوع من الادويه. خبرينا الطلاب ممكن ينعطى لهم اكثر من حبه او كبسوله ولا لا؟ انه حبه صباحا فقط. حبه صباحا. قلنا في نتائج امتى بتظهر رشا؟ النتائج ما في، يعني تقريبا عن تجربه شخصيه يعني بعد 3-4 ايام ببلش الانسان يحس حاله صار نشيط، ببلش يحس حاله استيعاب اكثر، صار يفهم، صار، واهم شيء النشاط، عم تعطي نشاط فظيع. تمام. هي بتستخدم بشكل دائم؟ يعني هي بتصير رفيقه ايامنا ولا لا؟ هي كل مثلا مخصص فتره ما عنده مثلا كثير مشاكل حابب ياخذها لزياده فوائد معينه بتتاخذ؟ هي مثلا كورس مثلا بالسنه ولا هي مستمره فينا نضل ناخذها؟ لا، طالما انه انا مثلا انسان طبيعي وما عندي مشاكل بفضل اني اخذها لمده 3 شهور وبعدين اعمل بريك، يعني ما بصير كمان ضل عم اخذها. لانه مثلا انا اذا كنت عم اخذ الجينكو وعندي عمل جراحي بعد فتره وانا ما فيني شيء وصار عندي عمل جراحي لاي سبب كان، انا لازم اوقف الجينكا قبل باسبوعين، ما الا انه هي بتعمل سيول الدم. فهون بالعمل الجراحي ممكن تعمل لنا نزوفات، لهيك نحن ما بصير انه نضل ناخذها بشكل عام، انه يلا استخدام عشوائي ما بصير. نعم. نصيحه اخيره لكل اللي عم بيشوفونا يا رشا. تماما. هلا حابه اقول لك اهم شيء انه الجينكا لحد هلا ما صار عليها دراسات بشكل كتير طويل. تمام. يعني حاليا عم تثبت فعاليتها عن طريق الاستخدام اللي هلا، يعني فورا شو عم نشوف نتائج عم نسجلها، اما دراسات طويله لحد الان ما صار. فلهيك دائما لازم نستشير طبيبنا، اهم شيء استشاره الطبيب. اكيد. نعم. مستحضر. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد اهم شيء ما ناخذها بدون استشاره طبيب او على الاقل صيدلاني. تماما. يعطيك الف عافيه. شكرا لوجودك معنا رشا وللمعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك. اهلا وسهلا.